نتمتع عشان الجو حار. ايه ده يا بابا، انت اخد القلم ورايح بيه فين؟ راح البحر يا سوسو. لا طبعا ما تذبحوش، القلم دي بتاعتي، ما حدش يجي جنب قلمي. لا يا سوسو كبر خلاص، هنروح نذبحوه. لا يا اخويا ده حبيبي. لا لا اروح اذبحه. لا مش هعزلك. اروح اذبحه واجي بسرعه. لا مش هعزلك. لا 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 مش هعزلك. بسرعه بسرعه. مش هعزلك ده حبيبي. اوعي يا سوسو. لا اوعي، اروح اذبحه بسرعه. لا قلت لك لا ده حبيبي. طيب ما هنذبحونا كلهم. لا ده حبيبي يا بابا. طب انت بتعزي ليه؟ عايزك. عايزه الارنب؟ انا خلي بالك منه. اه خلاص اروح اوديه يعني. اه يعني ما تذبحوش يا سوسو وخلوهيك. يعني هتخلي بالك منهم وتاكليهم بدل ما تسيبني انا عمال اكل. بجد يا سوسو؟ طب خلاص اروح اوديه. اديني حطيته اهو. بص اللي قالت هتاكلهم برضه سابتهم ومشيت ورميتهم عليا. انا بقى المفروض اخدهم اذبحهم وهي مش هنا. اما اروح افرق صوصو جميل، صوصو العسول، شيبسي ده اكيد بتاع البيت حبيبة. اما بوكل وسخابة في اي حتة. ايه ده، فين كيس الشيبسي؟ مفيش غيرها صوصو، اكيد هي اللي اخدته مني وسخابة. فين؟ حبيبة بتعملي ايه يا صوصو في الدولاب؟ ما بعملش حاجة يا حبيبة. انت بتسرقي شيبسي ليه يا صوصو؟ مش بابا قال لك السرقة حرام؟ معلش يا حبيبة ما كانش قصدي، انا كان نفسي اكل لحظتين شيبسي يا اخوان. اصحابنا يا حلوين، لما تجيبوا اي حاجه حلوه لازم تاكلوا اخواتكم منها، وكمان ما ينفعش اي حد يسرق اي حاجه مش بتاعته.